أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ففي قراءة شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله، ندخل اليوم في باب التوابع. قال رحمه الله: باب التوابع. هكذا كتب عندي: باب التوابع بالإضافة، والأقرب باب التوابع. لا خلاص، كما كتب باب التوابع يتبع ما قبله في إعرابه خمسة. يتبع ما قبله في إعرابه خمسة. باب التوابع، هذا باب يتكلم عن التوابع. ثم قال: يتبع ما قبله في إعرابه خمسة. خمسة أشياء لا تعرب استقلالا، بل إعرابها تابع لإعراب ما قبلها. قال في الشرح: التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب، أي التي لا يدخلها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها، وهي خمسة. النعت والتأكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل، وعدها الزجاجي وغيره من النحويين أربعة، وأدرجوا عطف البيان وعطف النسق تحت قولهم العطف. نعم. شيخ محي عرف نعم التابع بالتعريف المشهور فقال: التابع هو المشارك لما قبله في أعرابه الحاصل والمتجدد وليس خبرا. نعم. ثم ذكر هنا: وقولنا الحاصل فصل أول يخرج به الحال والتمييز إذا كان صاحبهما منصوبا. نعم. ألا يخرج هذا بالمتجدد وليس بالحاصل؟ هو قوله التابع هو المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد. أولا، ما المقصود بالحاصل وما المقصود بالمتجدد؟ المقصود بالحاصل في الظاهر هو الرفع. الرفع هو الأصل، الأصل أنواع الإعراب الرفع، فالرفع هو الأصل. والمتجدد الأوامل التي تأتي وتحل محل عوامل الرفع. جاء رجل كريم. كريم هذا الإعراب الحاصل. المتجدد: رأيت رجلا كريما، وسلمت على رجل كريم. النصب والجر هو المتجدد، والرفع هو الحاصل. إذن عندما يقول التابع هو المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد وليس خبرا، فالمشارك لما قبله في إعرابه جنس بالتعريف يشمل التوابع وغيرها مما ستعرفه. وقولنا الحاصل فصل أول، أو فصل أو أهم فصل أول يخرج به الحال والتمييز إذا كان صاحبهما منصوبا. يخرج به الحال والتمييز إذا كان صاحبهما منصوبا. طيب، أساسا الحال لا يكون على إعراب ما قبله الحاصل، يعني الحاصل اللهم صل على الرسول المصطفى، المشارك لما قبله في إعرابه. المشارك لما قبله في إعرابه عندما أقول رأيت زيدا راكبا، راكبا منصوب، وصاحب الحال أيضا منصوب، اشتركا في النصب. وكذلك عندما في قوله تعالى رأيت أحد عشر كوكبا، كوكبا لكن أحد عشر مبني، يعني
أقول رأيت 20 رجلا، رجلا منصوب والمميز منصوب أيضا، فهناك اشتراك في إعراب واحد. المشارك لما قبله في إعرابه يشمل التوابع ويشمل الحالة ويشمل التمييز ويشمل المبتدأ والخبر أيضا، زيد كريم. طيب، وقولنا الحاصل فصل يخرج به الحال والتمييز إذا كان صاحبهما منصوبا. إذا كان صاحبهما منصوبا. طيب، والمفعول الثاني من باب أعطى، فإنك لو رفعت أول المفعولين نيابة عن الفاعل لم يتبعه الثاني في الرفع بل يبقى منصوبا. إذن كلام الشيخ مبني على أن قوله الحاصل والمتجدد كلاهما قيد واحد، يعني الحاصل فقط ليس هو القيد، والمتجدد فقط يعني اثنان معا. وقولنا الحاصل المفروض، وقولنا الحاصل والمتجدد، وقولنا الحاصل والمتجدد فصل أول يخرج به الحال والتمييز إذا كان صاحبهما منصوبا. إذا كان صاحبهما منصوبا. والمفعول الثاني من باب أعطى، فإنك لو رفعت أول المفعولين نيابة عن الفاعل لم يتبعه الثاني في الرفع، يعني الإعراب المتجدد، إذا تجدد الإعراب لا يتغير إعراب الحال وإعراب التمييز بل يبقى منصوبا. وقولهم وليس خبرا فصل ثالث يخرج به الخبر الثاني في نحو قولك الرمان حلو حامض، فإنه يشارك الأول في إعرابه الحاصل والمتجدد، فإنه يشارك الأول في إعرابه الحاصل والمتجدد. الرمان مبتدأ، حلون خبر مبتدأ مرفوع، حامد يعني نعت للخبر أو خبر بعد خبر، فإذا تغير إعراب حلو فحامد يتبعه أيضا. أقول كان الرمان حلوا حامضا، أو إن الرمان حلو حامض، ولكن يعني يخرج به الخبر الثاني في نحو قولك الرمان حلو حامض. بالنسبة لحلو حامض، حامض خبر ثان، وحلو يعني عندما نقول خبر ثان هذا يفيد أنه يمكن الاستغناء بالخبر الأول عن الثاني، ففي إعراب مثل هذه الجملة بعض الخلاف، يعني هل يؤد الثاني نعتا ولا يؤد خبرا بعد خبر، وقد أخذنا هذا، يعني حلو حامد كلاهما عبارة عن خبر واحد، يعني شيء مركب في المعنى. المعنى الرمان مز، يعني ما يجمع بين الحلاوة والحموضة، فعندما نقول حلو خبر أول حامد خبر ثاني يفيد أنه من باب التعدد بحيث يستغنى بأحدهما عن الآخر، والأمر ليس كذلك، فإنه يشارك الأول في آخره في إعرابه الحاصل والمتجدد لكنه ليس تابعا وإنما هو خبر. هذا تعريف المرادي في شرح الألفية. فعلى العموم شرح الشيخ محي الدين للتعريف يعني فيه بعض النظر في بعض الجزئيات، والتعريف له بعض الإشكالات، تعريف التوابع، ولذلك ابن هشام تخطاه وجاء بما لا يشكل على المبتدئ، يعني عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها. هذه العبارة تخطى بها ابن هشام عن الإشكالات التي تورد على هذا التعريف، وهذا التعريف كما قلت أقرب إلى تعريف المرادي في شرح الألفية وابن الحاجب في شرح الكافية، المتأخرون لفقوا بين التعريفين.
طيب، التوابئ عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب، أي لا يدخلها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها، وهي خمسة: النعت والتأكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل، وأدها الزجاجي وغيره أربعة، وأدرجوا عطف البيان وعطف النسق تحت قولهم العطف. أولا النعت، تعريفه: وهو التابع، أي يتبع ما قبله في الإعراب. المشتق، أي ليس جامدا، أو المؤول به، أو الجامد الذي بمعنى المشتق. المباين للفظ متبوئه، هذا تعريفه عنده، المباين للفظ متبوئه. قال: التابع جنس يشمل التوابع الخمسة، والمشتق أو المؤول به مخرج لبقية التوابع، فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة به. ألا ترى أنك تقول في التوكيد: جاء القوم أجمعون، وجاء زيد زيد، وفي البيان والبدل: جاء زيد أبو عبد الله، وفي عطف النسق: جاء زيد وعمر، فتجدها توابع جامدة، وكذلك سائر أمثلتها، ولم يبق إلا التوكيد اللفظي، فإنه قد يجيء مشتقا كقولك: جاء زيد الفاضل الفاضل، الأول نعت والثاني توكيد اللفظ، فلهذا أخرجته بقولي: المباين للفظ متبوئه. إذا كان التابع المشتق مماثل للفظ متبوئه فهو من التوكيد اللفظي وليس من النعت. فإن قلت: قد يكون التابع المشتق غير نعت، مثال ذلك في البيان والبدل قولك: قال أبو بكر الصديق، وقال عمر الفاروق، وفي عطف النسق: رأيت كاتبا وشاعرا. إذن الأول قال أبو بكر الصديق، الصديق عطف بيان من أبو بكر، وقال عمر الفاروق، الفاروق عطف بيان أيضا أو بدل، يجوز في الجملتين، الصديق يجوز أن يعرب بدلا ويجوز أن يعرب عطف بيان، كل ما يعرب بدلا يجوز، كل ما يعرف عطف بيان يجوز أن يعرب بدلا كما سيأتي، إلا في بعض الاستثناءات الآتية. وفي عطف النسق: رأيت كاتبا وشاعرا، شاعرا معطوب على كاتب، فالصديق والفاروق وشاعر كلها من المشتقات، الصديق صيغة مبالغة، وكذلك الفاروق، وشاعر اسم فاعل. قلت: الصديق والفاروق وإن كانا مشتقين إلا أنهما صارا لقبين على الخليفتين رضي الله عنهما، لاهقين بباب الأعلام كزيد وعمر، فهما من الجوامد. وشائرا في المثال المذكور نعت هزف منؤوته، وذلك المنؤوت هو المعطوف، وكذلك كاتبا ليس مفعولا في الحقيقة، وإنما هو صفة للمفعول، والأصل رأيت رجلا كاتبا ورجلا شائرا. هذا تعريف النعت. وفائدته، أي النعت تخصيص إذا كان المنعوت نكرة، أو توضيح إذا كان المنعوت معرفة. التوضيح يعني إزالة الإبهام والغموض، تقليل الاشتراك، إذا كان العلم أو المعرفة يشترك فيه غير واحد يؤتى بالنعت للتوضيح. أو مدح، وهذا إذا كان معرفة ولا ليس فيه أي غموض أو إبهام. أو ذم أيضا كذلك، الذم مختص بإيه؟ بالمعارف. أو ترحم، أي طلب الاسترحام، طلب الرحمة. أو توكيد. فائدة، فائدة النعت: إما تخصيص نكرة كقولك: مررت برجل كاتب، أو توضيح معرفة كقولك: مررت بزيد الخياط.
مررت بزيد، زيد آتي بهذا النعت لمعنى التوضيح إذا كان المسمى بزيد غير واحد. عندي ثلاثة أشخاص كل واحد اسمه زيد، فآتي بالنعت الخياط للتنصيص على المراد، مررت بزيد الخياط. أو مدح نحو بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم نعتان لمجرد المدح. فالاسم الشريف الله معرفة وليس فيه أي إبهام، ليس فيه أي اشتراك، فلا حاجة إلى النعت لمعنى التوضيح، إنما جاء بالنعت للمدح والثناء على الله سبحانه وتعالى. أو ذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان معروف وليس فيه أي إبهام، فكلمة رجيم يؤتى بها لإزالة، يعني يؤتى بها للذم فقط وليس للتوضيح. أو ترحم نحو اللهم ارحم عبدك المسكين، اللهم ارحم عبدك، أنت تخاطب ربك بهذا الكلام، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فالمعرفة اللهم ارحم عبدك ليس فيه أي إبهام بالنسبة للمخاطب الله سبحانه وتعالى، وصفت عبدك بالمسكين لطلب الرحمة للترحم. أو توكيد نحو قوله تعالى تلك عشرة كاملة، عشرة منؤوت، كاملة نعت، وكاملة لمجرد التوكيد، لأن عشرة ألفاظ الأعداد نصوص، يعني العدد نص في معناه ليس فيه أي اشتراك، يعني عشرة لا يحتمل أن يكون تسعة أو سبعة أو أكثر من ذلك، نص في معنى، فليس فيه أي غموض يقتضي الإتيان بالنعت، وإنما جاء بالنعت لإيه؟ لمجرد التوكيد. وكذلك قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة اسم مرة يدل على وقوع الحدث مرة واحدة، فواحدة نعت لاسم مرة، فلا يضيف جديدا، إنما هو لمجرد التوكيد. هذا ما يتعلق بفائدة النعت. المسألة الأولى في الباب تعريف النعت، المسألة الثانية فائدته، والمسألة الثالثة أحكام النعت. أحكام النعت، النعت ينقسم قسمين، هناك نعت حقيقي وهناك نعت سببي. النعت الحقيقي يدل على صفة في متبوعه ويتبع متبوعه في أربعة من عشرة، وأما النعت السببي فإنه يدل على صفة في معموله، يدل على صفة في معموله ويتبع ما قبله في أشياء ويتبع ما بعده في أشياء. قال رحمه الله ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب بنوعيه الحقيقي والسببي. النعت الحقيقي يتبع منعوته في الإعراب، والنعت السببي أيضا يتبع منعوته في الإعراب. هذا الأول من الثلاثة. ومن التعريف والتنكير، هذا أيضا لا فرق بين النعت الحقيقي والسببي فيه. النعت الحقيقي يتبع منعوته في التعريف أو التنكير، وكذلك النعت السببي. هذه الخمسة، النعت بنوعيه يتبع منعوته في اثنين من خمسة أوجه الإعراب الثلاثة، الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير. ثم إن رفع ضميرا مستترا فهو النعت الحقيقي. النعت الحقيقي يستتر فيه ضمير يعود على المنعوت. ثم إن رفع ضميرا مستترا، أي إذا كان نعتا حقيقيا تبع، يعني إيه تبع؟ تبع منعوته، كان عليه أن يقول تبعه، يعني حسب الضمير هنا لا ينبغي،
جائز، ضمير منصوب لكن ذكره أولى، ويتبع منعوته. ثم إن رفع ضميرا مستترا تبعه، أي تبع منعوته في واحد من التذكير والتعنيس. إذا كان نعتا حقيقيا فهو يتبع منعوته في التذكير والتعنيس، إن كان مذكرا فهو مذكر، وإن كان مؤنثا فهو مؤنث. وواحد من الإفراد وفرعيه، أي التثنية والجمع. إذا كان نعتا حقيقيا فلا بد أن يكون مثل منعوته في الإفراد والتثنية والجمع، إن كان مفردا فهو مفرد، وإن كان مثنى فهو مثنى، وإن كان جمعا فهو جمع. أقول جاء رجل فاضل، فاضل نعت وفيه ضمير مستتر تقديره هو يعود على رجل، نعت حقيقي، فهو يتبع منعوته في 4 من 10 في واحد من أوجه الإعراب، وهو الرفع هنا، وفي واحد من التعريف والتنكير، وهو التنكير هنا، وفي واحد من التذكير والتعنيس، وهو التذكير هنا، وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وهو إفراد هنا، هذه 4. وإذا تغير الإعراب أقول رأيت رجلا فاضلا ومررت برجل فاضل، وإذا تغير التذكير أقول رأيت امرأة فاضلة، أو جاءت امرأة فاضلة، ورأيت امرأة فاضلة، ومررت بامرأة فاضلة. جاءت امرأة فاضلة ورأيت امرأة فاضلة وسلمت على امرأة فاضلة. وإذا تغير الإفراد جاء رجلان فاضلان، رأيت رجلين فاضلين وسلمت على رجلين فاضلين. جاء رجال فاضلون ورأي أو أفاضل، ورأيت رجالا فاضلين وسلمت على رجال فاضلين، وهكذا. وإلا إن شرطية مع لا نافية، إن شرطية مع لا النافية، أحيانا إلا تلتبس بإلا الاستثنائية، إلا إما أن تكون استثنائية وهي بسيطة، وإما أن تكون شرطية مقرونة بلا النافية، وبعدها فعل شرط مقدر. والضابط الذي يعتمد عليه في معرفة أن إلا مكونة من إن الشرطية ولا النافية يأتي بعدها مباشرة الفاء، الفاء الواقعة في جواب الشرط، وإلا فهو كذا. وعلى هذا قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، وقد يتوهم المبتدئ ويظن أن إلا استثنائية والأمر ليس كذلك. وإلا أي وإن لم يرفع الضمير، وإن لم يرفع ضميرا مستترا، قال ثم إن رفع ضميرا مستترا، وإلا عطف عليه، يعني وإن لم يرفع ضميرا مستترا فهو نعت سببي، إن لم يرفع ضميرا مستترا فهو يرفع اسما ظاهرا، فالنعت السببي هو الذي يرفع اسما ظاهرا، والنعت الحقيقي هو الذي يرفع ضميرا مستترا. وإلا أي لم يرفع ضميرا مستترا فهو كالفعل في أحكامه، يعني إيه فهو كالفعل في أحكامه؟ فهو كالفعل في أمرين، في التذكير والتعنيس وفي الإفراد والتثنية والجمع. يعني في قوله وإلا فهو كالفعل يمكن أن تعلق وإلا فهو كالفعل، أي في التذكير والتعنيس والإفراد وفرعيه. في التذكير والتعنيس إن كان مرفوعه مذكرا لا بقي كما هو، لا يلحقه شيء من علامة التعنيس، وإن كان مرفوعه مؤنثا حقيقيا، حقيقي التعنيس، وجب أن يؤنث.
وهو بمنزلة الفعل في حكم الإفراد، فكما أن الفعل لا يثنى ولا يجمع، فالنأت السببي أيضا لا يثنى ولا يجمع في لغة الجمهور، في لغة إيه؟ الجمهور. وهناك لغة، اللغة التي سبقت في باب الفاعل، لغة أكلون البراغيث، بناء عليها يجوز أن يثنى الفعل ويجوز أن يجمع. إذا كان يجوز أن يثنى النعت السببي إذا كان مرفوعه مثنى، ويجمع إذا كان منؤوته جمعا. أقول جاء رجل فاضل صديقه، جاء رجل فاضل صديقه، هذا نعت سببي. إذا فاضل يتبع منؤوته في الإعراب وفي التعريف والتنكير فقط. التذكير والتعنيس على حسب المرفوع، ولا يثنى ولا يجمع على لغة الجمهور. أقول جاءني رجل فاضل صديقه، وأقول جاءني رجل فاضلة أخته، جاءني رجل فاضلة أخته. فاضلة نعت لرجل، ورجل مذكر، وفاضلة مؤنث لأنه نعت سببي يتبع مرفوعه في التعنيس، فاضلة أخته. وأقول جاءني رجل فاضل أبواه، جاءني رجل فاضل أبواه على لغة الجمهور، وجاءني رجل فاضل آباؤه على لغة الجمهور أيضا. أما على لغة أكلون البراغيث أقول إيه؟ جاءني رجل فاضلان أبواه، وجاءني رجل فاضلون أو أفاضل أو فضل أباؤه. قال رحمه الله: وإلا فهو كالفعل. والأحسن جاءني رجل قعود جلمانه ثم قائد ثم قاعدون. هذه المسألة تتعلق بالنعت السببي، إذا كان مرفوعه جمعا يجوز لك ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تأتي به مفردا، أن تأتي بالنعت السببي مفردا. الوجه الثاني أن تأتي به جمع تكسير. الوجه الثالث أن تأتي به جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، ثلاثة أوجه. وخلاف بين النحويين في تحديد الأفصح. مذهب ابن هشام الأحسن جمع التكسير، جاءني رجل قعود جلمانه، هذا هو الأحسن، وإن كان على خلاف لغة الجمهور. لغة الجمهور جاءني رجل قائد جلمانه، ولكن يجوز أن يجمع على تلك اللغة وهو الأحسن. جاءني رجل قعود جلمان، قال بعضهم هو أحسن لأنه أكثر في كلام العرب، يعني في هذه الصورة. الشيخ الحلبي يقول في فرائد العقود العلوية هو الأحسن لأنه الأكثر في كلام العرب. جاءني رجل قعود جلمانه، رجل منؤوت، قعود نعت، وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله، جلمانه مرفوع به. ثم يليه في الحسن الإفراد، جاءني رجل قائد جلمانه، ثم يليه جمع المذكر السالم، جاءني رجل قاعدون جلمانه. شرح: اعلم أن للاسم بحسب الإعراب ثلاثة أحوال: رفع ونصب وجر، وبحسب الإفراد وغيره ثلاثة أحوال: إفراد وتثنية وجمع، وبحسب التذكير والتعنيس حالتان. عندكم حالتان ولا حالتين؟ على لغة إلزام المثنى الألف أو على الاستئناف. اعلم أن للاسم
بحسب الإعراب ثلاثة أحوال. ثلاثة أحوال اسم أن مؤخر، وبحسب الإفراد وغيره ثلاثة أحوال، يعني من عطف اسمين على اسمين. بحسب الإفراد معطوف على بحسب الإعراب، ثلاثة أحوال معطوف على ثلاثة أحوال السابقة، وبحسب التذكير والتأنيث حالتان أو حالتين يجوز الوجهان، وبحسب التنكير والتعريف حالتان أو حالتين. فهذه عشرة أحوال للاسم، ولا يكون الاسم عليها كلها في وقت واحد لما في بعضها من التضاد. ألا ترى أنه لا يكون الاسم مرفوعا منصوبا مجرورا، ولا مؤرفا منكرا، ولا مفردا مثنى مجموعا، ولا مذكرا مؤنثا، لما في ذلك من جمع الأضداد والضدان لا يجتمعان أو النقيضين، وإنما يجتمع فيه منها في الوقت الواحد أربعة أمور فقط، وهي من كل قسم واحد. تقول جاءني زيد فيكون فيه الإفراد من الثلاثة، من الإفراد المقابل للتثنية والجمع، والتذكير المقابل للتأنيث، والتعريف المقابل للتنكير، والرفع المقابل للنصب والجر. فإن جئت مكانه برجل ففيه التنكير بدل التعريف وبقية الأوجه، فإن جئت مكانه بالزيدان أو بالرجال ففيه التثنية أو الجمع بدل الإفراد وبقية الأوجه، فإن جئت مكانه بهند ففيه التأنيث بدل التذكير وبقية الأوجه، فإن قلت رأيت زيدا أو مررت بزيد ففيه النصب أو الجر بدل الرفع وبقية الأوجه. ووقع في عبارة بعض المعربين أن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، ويعنون بذلك أنه يتبعه في الأمور الأربعة التي يكون عليها، وليس كذلك، وإنما حكمه أن يتبعه في اثنين من خمسة دائما، وهما واحد من أوجه الإعراب وواحد من التعريف والتنكير، ولا يجوز في شيء من النؤوت أن يخالف منؤوته في الإعراب ولا أن يخالفه في التعريف والتنكير بخلاف الباقي. هذه المسألة ابن هشام اعتبر هذه المسألة من المسائل التي اشتهرت على ألسنة المؤربين، والصواب خلافها في كتابه مجن اللبيب. وحقق الشيخ محي الدين هنا بأن الخلاف بينه وبين المؤربين خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء. فإن قلت هذا منتقض، يعني القول بأن النعت لا يجوز أن يكون على خلاف المنعوت في الإعراب أو في التعريف والتنكير، منتقد بقولهم هذا جحر ضب خرب، وبقولهم أيضا قول امرئ القيس كبير أناس في بجاد مزمل، كبير أناس في بجاد مزمل، مزمل نعت لي كبير أناس وهو مجرور، هذا جهر ذب خرب. ما وجه الانتقاد؟ فوصف المرفوع وهو الجحر بالمخفوض وهو خرب، النعت مجرور والمنعوت مرفوع، ومثله في بيت امرئ القيس كبير أناس في بجاد مزمل. وبقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد، فوصف النكرة وهي كل همزة لمزة بالمعرفة وهو الذي، إشكال.
وبقوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فوصف المعرفة وهو اسم الله بالنكرة وهي شديد العقاب. شديد العقاب نكرة، كيف نكرة وهو مضاف إلى المعرفة؟ قال وإنما قلنا إنه نكرة لأنه من باب الصفة المشبهة، ولا تكون إضافتها إلا في تقدير الانفصال، أي من الإضافة اللفظية، والإضافة اللفظية لا تفيد التعريف ولا التخصيص. المضاف إلى المعرفة إضافة لفظية نكرة. ألا ترى أن المعنى شديد عقابه لا ينفك في المعنى عن ذلك؟ طيب، هذه نصوص تخالف ما تقرر من حكم النعت بظواهرها، وكيف نوفق بين القاعدة وبين هذه النصوص؟ قلت أما قولهم هذا جحر ضب خرب فأكثر العرب ترفأ خربا، ولا إشكال فيه، ومنهم من يخفضه لمجاورته للمخفوض، هذا من باب الجر بالمجاورة، يعني هذا الموضع من مواضع الإعراب التقديري. أقول خرب مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة، وكذلك في بيت امرئ القيس كما قال الشاعر قد يؤخذ الجار بجرم الجار، قد يؤخذ الجار بجرم الجار، ومرادهم بارك الله فيك يا سيدي، ومرادهم بذلك أن يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ وإن كان المعنى على خلاف ذلك. وليس وإن كان المعنى على خلاف ذلك. وعلى هذا الوجه ففي خرب ضم مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة المجاورة، وليس ذلك بمخرج له. أما ذكرناه من أنه تابع لمن أوته في الإعراب، كما أننا نقول إن المبتدأ والخبر مرفوعان، ولا يمنع من ذلك قراءة الحسن البصري الحمد لله بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام، ولا يمنع من ذلك أيضا قولهم في الحكاية من زيدا بالنصب أو من زيد بالخفض، إذا سألت من قال رأيت زيدا أو مررت بزيد وأردت أن تربط كلامك بكلامه بحكاية الإعراب. وقد تبين بهذا صحة قولنا إن النعت لابد أن يتبع من أوته في إعرابه وتعريفه وتنكيره. ومن الطرائف في هذا الباب قول بعض الأدباء النهويين إذا ما الليالي قد رمتك بساقط وقدرك مرفوع فأنه ترحلي، ألم تر ما لاقاه في جنب جاره كبير أناس في بجاد مزمل. هل فهمتم ما في البيت من الجمال والروعة؟ إذا ما الليالي قد رمتك بساقط، يعني إذا ابتليت بمصاحبة قليل الأدب غير محترم وأنت مؤدب محترم، الواجب أن تبتعد عنه. إذا ما الليالي قد رمتك بساقط فقد وقدرك مرفوع فعنه ترحل. الطرافة في البيت الثاني، ألم تر ما لاقاه في جنب جاره كبير أناس في بجاد مزمل. الله، كبير أناس في بيت امرئ القيس بمعنى شيخ القبيلة، مزمل نعت لكبير أناس جرة لمجاورة المجرور، لكنه أخذ المعنى. وسبحان الله، مثل هذا البيت يسكرني كثيرا، ألم تر ما لاقاه في جنب جاره كبير أناس في بجاد مزمل،
يعني جرت صفته لأنها جاورت المجرور. قال. طيب هنا مشكلة. إيه المشكلة إن شاء الله؟ مولانا الشيخ أورد نصوصا متعددة فيها إشكال، فحل مشكلة واحدة فقط فترك الباقي. يظهر والله أعلم أن هناك سقطا لا يبعد ذلك، لأنه يبعد أن يذكر ابن هشام هذه الإشكالات ويحل واحدة ويسكت عن الباقي. الظاهر أن هناك فقرة، هناك عبارة سقطت من النسخ، وهذه مهمة يعني إيه المحققين الذين يفتشون عن المخطوطات. وقد تجد قد يظفر محقق بمخطوط بخط المؤلف نفسه. عندنا مخطوطات حققت بخط المصنف ابن هشام نفسه، المخطوطات المكتوبة بخط يده لا تزال موجودة في المكاتب، ولكن للأسف كثير من الإخوة يريدون يعني إيه أن يشاركوا في العلم دون أن يتعبوا. يعني كثير من الأفاضل حاولوا أن يحققوا الكتاب بعد الشيخ محي الدين، والواجب في إعادة التحقيق أن تضيف جديدا، يعني تقع على مخطوطات فيها زيادات غير موجودة في هذه النسخ. والمخطوطات شرح قطر الندى، يعني في كل بلاد العالم الإسلامي تجد مخطوطا لهذا الكتاب. فالإنسان عندما يجهد نفسه في تتبع المخطوطات يضيف جديدا في الكتاب مثل هذه الأشياء، قد يجد نصف صفحة في مخطوطة وهي ساقطة في كل هذه الكتب المطبوعة أمامنا، وهذه إضافة كبيرة للعلم. طيب علق الشيخ محي الدين فقال: لم يتكلم المؤلف عن الآيتين الكريمتين وهما قوله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة والذي جمع مالا وعددا، وقوله جلت حكمته حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب، وقد تكلمنا عليهما فيما سبق. أين تكلم عنهما؟ بالهامش في الصفحة السابقة، صحيح؟ رقم 3. اقرأ يا شيخ نزيل. نعم. 2 أيضا؟ نعم. طيب. لا. أيوة رقم 2. رقم 2 في صفحة يتعلق ببيت امرئ القيس، مثل هذا المثل قول امرئ القيس كأن ثبيرا. هذا عندنا الأول. أها طيب هذا لا نحتاج إليه. طيب اقرأ ما بعده. قال رحمه الله: نعم. الآيتان الأولى والثانية من سورة الهمزة، وادعاء الشيخ أن الذي جمع نعت لكل همزة لمزة ليس صحيحا، لأن الذي جمع بدل من كل همزة لمزة، والبدل لا يلزم فيه أن يطابق مع المبدل منه في التعريف والتعريف. أنا عندي أن يتطابق. والبدل لا يلزم فيه أن يتطابق مع المبدل منه في التعريف والتنكير، ويجوز أن تجعل الذي جمع مالا. أيوة تخيل. طيب كيف توفق بين ما سبق وهذا؟ يقول ليس صحيح ثم يقول ويجوز. يعني هناك كثير من المغربين أعربوا الذي نعت، لكن نعت مقطوع، وهذا هو مراد ابن هشام. يعني يمكن من الأول أن يقول هو دون أن تذهبت خطعت وذهبنا معك ثم تراجعت وتقول ويجوز، وهذا هو. يعني ابن هشام أساسا ذكر الآية ليجيب عن الإشكال، والله أعلم هل نسي أن يجيب أو سقطت العبارة. وحل المشكلة الذي نعت لكل همزة لمزة، وحل المشكلة أنه نعت مقطوع، وقد
وقد نص كثير من النحويين منهم الإمام الرضي أن النعت المقطوع لا يشترط أن يطابق من أوته في التعريف والتنكير. النعت المقطوع لا يشترط أن يطابق من أوته في التعريف والتنكير. هكذا الإمام الرضي في شرح الكافية عرض الآية على هذه المشكلة وأجاب بأنه من النعت المقطوع. نعم، عندنا إعرابان، إما أن تقول بدل وإما أن تقول نعت مقطوع. أكمل. ويجوز أن تجعل الذي جمع مالا نعتا مقطوعا لمجرد الذم فيكون خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير هو الذي جمع مالا أو مفعولا به لفعل محذوف والتقدير أذم الذي جمع مالا، وسيبقي مبحث النعت المقطوع في آخر هذا الباب. نعم، اقرأ التعليق الثاني يا شيخ إلياس. الآيات 1 و2 و3 من سورة غافر. وادعاء الشيخ أن في هذه الآية وصف المعرفة وصف المعرفة وهي لفظ الجلالة بالنكرة وهي قوله غافر الذنب بناء على أن إضافة الوصف إلى معموله لفظية غير مسلم، لأن الكلام ليس على هذا الإطلاق في كل وصف تكون إضافته إلى معموله لفظيا، بل ذلك خاص بما لم يرد بما لم يرد به الاستمرار في جميع الأزمنة. فإن أريد به ذلك كانت هذه الإضافة معنوية. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعم، يعني غافر الذنب نعت لله سبحانه وتعالى، والإضافة هنا المشهور في كتب النحو أن الإضافة اللفظية لا تفيد التعريف ولا التخصيص، ولكن من النحويين من حققوا إفادتها للتعريف في أحوال معينة، منها يعني ألا تتقيد بالزمان، أن تفيد الاستمرار في جميع الأزمنة، ومنها يعني أن يكون بين النعت والمنعوت التضاد الضدين على حد قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب نعت لي الضمير عليهم صراط الذين أنعمت صراط الذين اسم الموصول الذين أنعمت عليهم منعوت بغير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم الذين منعوت غير المغضوب منعوت وبينهما تضاد إما المغضوب وإما إيه الذين أنعمت عليهم وهذا وفي هذه الحالة يفيد التعريف كما قالوا. ومن يرون أن الإضافة اللفظية لا تفيد التعريف في جميع الأحوال يجيب عن هذه الآية بأنه بدل، بأنه إيه بدل وليس نعتا، يعني غافر الذنب بدل وليس نعتا. وابن هشام يمكن أن يكون مذهبه في حل مشكلة هذه الآية إما بأنه بدل وإما بأن الإضافة اللفظية تفيد التعريف في هذه الحالة. طيب نرجع إلى النص. قال وأما حكمه بالنظر إلى الخمسة الباقية وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث فإنه يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله. وأما حكمه بالنظر، حكم إيه؟ النعت بالنظر إلى الخمسة الباقية وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث فإنه يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله في ذلك الكلام،
فإن كان الوصف رافعا لضمير الموصوف طابقه في اثنين منها وكملت له حينئذ الموافقة في أربعة من عشرة كما قال المؤربون. تقول مررت برجل قائم وبرجلين قائمين وبرجال قائمين وبامرأة قائمة وبامرأتين قائمتين وبنساء قائمات. كما تقول في الفعل مررت برجل قام وبرجلين قاما وبرجال قاموا وبامرأة قامت وبامرأتين قامتا وبنساء قمنا. وإن كان الوصف رافعا لاسم ظاهر فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك الاسم الظاهر لا على حسب المنعوت، كما أن الفعل الذي يحل محله يكون كذلك. تقول مررت برجل قائمة أمه فتؤنث الصفة لتأنيث الأم ولا تلتفت لكون الموصوف مذكرا، لأنك تقول في الفعل مررت برجل قامت أمه، وتقول في عكسه مررت بامرأة قائم أبوها فتذكر الصفة لتذكير الأب ولا تلتفت لكون الموصوف مؤنثا، لأنك تقول في الفعل مررت بامرأة قام أبوها. قال الله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، هذا شاهد القرية منعوت، الظالم نعت، والقرية مؤنث والظالم مذكر لأنه نعت سببي وأمره يرجع إلى مرفوئه لا إلى منعوته. ويجب إفراد الوصف ولو كان فاعله مثنى أو مجموعا. أنا مكتوب عندي فاعلة بنقطتين على الحاء والصواب ما قرأت، ولو كان فاعله مثنى أو مجموعا كما يجب ذلك في الفعل. فتقول مررت برجلين قائم أبواهما، قائم أبواهما، المنؤوت مثنى والمرفوء مثنى أيضا، لكن النعت مفرد لأنه بمنزلة الفعل، كأنني قلت مررت برجلين قام أبواهما. وبرجال قائم آباؤهم، النعت مفرد والمنؤوت جمع والمرفوء جمع أيضا، كما تقول قام أبواهما وقام آباؤهم. ومن قال قام أبواهما وبرجال، ومن قال قام أبواهما وأكلوني البراغيث ثن الوصف وجمعه جمع السلامة فقال قائمين أبواهما وقائمين آباؤهم. وأجاز الجميع، يعني جميع العرب، أن تجمع الصفة جمع التكسير إذا كان الاسم المرفوع جمعا، إذا كان الاسم المرفوع جمعا. فتقول مررت برجال قيام آباؤهم وبرجل قعود جلمانه ورأوا ذلك أحسن من الإفراد الذي هو أحسن من جمع التصحيح. لك أن تؤلق هنا على المسألة خلافية فيها عدة أقوال، يعني هذا الذي قرره الشيخ واحد من الأقوال الواردة في المسألة، من أراد أن يطلع على الخلاف فليراجع هم الهوامل للسيوطي مثلا أو التصريح. مسألة القطع، الأصل في النعت أن يكون على إعراب المنعوت رفعا ونصبا وجرا، وقد يقطع النعت عن إعراب منعوته إذا كان لمعنى المدح أو الذم. وحقيقة القطع أن يرفع النعت وإن كان المنعوت مجرورا أو منصوبا، وينسب النعت وإن كان المنعوت مرفوعا أو مجرورا،
فإذا قطع النعت برفعه فهو خبر لمبتدع محذوف وجوبا، وإذا قطع النعت بنصبه فهو مفعول لفعل محذوف وجوبا أيضا. قال رحمه الله: ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء. رفعا بتقدير هو، ونسبا بتقدير أعني أو أمده أو أذم أو أرحم. يفهم من هذا الكلام أن القطع لا يجوز إلا في نعت المعرفة. نعت النكرة لا يجوز أن يقطع، نعت النكرة للتخصيص. إذن العبارة ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها، هذه العبارة لا تصدق إلا على نعت المعرفة حقيقة أو ادعاء. رفعا بتقدير هو، ونصبا بتقدير أعني أو أمده أو أذم أو أرحم. قال في الشرح: إذا كان الموصوف معلوما بدون الصفة جاز لك في الصفة الإتباء والقطع. مثال ذلك في صفة المدح: الحمد لله الحميد والحميد والحميدة. جاء عن العرب بثلاثة أوجه. أجاز فيه سيبويه الجر على الإتباء، والنسب بتقدير أمده، والرفع بتقدير هو. وقال: سمعنا بعض العرب يقول الحمد لله رب العالمين بالنصب، رب العالمين. فسألت عنها يونس، أي يونس بن حبيب وهو من شيوخ سيبوي، فزعم أنها عربية أي فصيحة. ومثاله في صفة الذم: وامرأته حمالة الحطب، رواية حبس. قال: قرأ الجمهور بالرفع على الإتباع. وقرأ عاصم بالنصب على الذم، يعني مفعول لفعل محذوف تقديره أذم. ومثاله في صفة الترحم: مررت بزيد المسكين أو المسكينة. يجوز فيه الخفض على الإتباء، والرفع بتقدير هو، والنسب بتقدير أرحم. ومثاله في صفة الإيضاح: ومثاله في صفة إيه؟ الإيضاح: مررت بزيد التاجر. يعني إيه في صفة الإيضاح؟ الإيضاح يتعلق بالمعرفة التي فيها إبهام غير معروفة، نأتي بالنعت للتوضيح. طيب، قال فيما سبق: القطع، قطع النعت مختص بالمدح والذم وإيه؟ والترحم. طيب، وهنا عندما يقول في صفة الإيضاح: ألا ترون بعض التعارض بين الاثنين؟ إلا إذا قلنا إن قوله ومثاله في صفة الإيضاح يؤود على قوله حقيقة أو ادعاء، ادعاء يعني زيد غير معروف، وجئت بصفة التاجر لتوضيحه، ولكني ادعيت أنه بمنزلة المعروف فقطعت النعت عنه. ومثاله في صفة الإيضاح: مررت بزيد التاجر أو التاجرة. يجوز فيه الخفض على الإتباء، والرفع بتقدير هو، والنسب بتقدير أعني. في شيء؟ قل يا شيخ نزير. قلنا أنه ربما قصد بهذا المثال الادعاء. نعم، لكنه سيمثل للادعاء من بعد. طيب، نقرأ أولا.
نعم، قال: ولا فرق في جواز القطع بين أن يكون الموصوف معلوما حقيقة أو ادعاء. فالأول مشهور معلوم حقيقة وقد ذكرنا أمثلته، والثاني نص عليه سيبويه في كتابه فقال: وقد يجوز أن تقول مررت بقومك الكرام، الكرام الكرام يعني بالنسب أو بالرفع، إذا جعلت المخاطب كأنه قد عرفهم ثم قال: نزلتهم هذه المنزلة وإن كان لم يعرفهم. هذا لا يمنع أن يكون مررت بزيد التاجر مثال آخر، لأن في هذه الفقرة يعني أثبت المسألة، أثبت جواز القطع في النأت الذي جاء به للتوضيح بكلام سيبوي. ولا فرق في جواز القطع بين أن يكون الموصوف معلوما حقيقة أو ادعاء، فالأول مشهور وقد ذكرنا أمثلته، يعني الظاهر أن يكون مررت بزيد التاجر لا يدخل في الادعاء، ولكن لا يجب، لا يجب، لأنه يعني طبعا قوله ومثاله في صفة الإيضاح، هذا نص على أنه ليس للمدح ولا للذم ولا للترحم. طيب ليس عندنا أي صورة، ليس عندنا صورة أخرى. إذا ثبت أنه ليس للمدح وليس للذم وليس للترحم، وماذا بقي؟ كل صوري النأتي لا تثبت إلا أن يكون للإيضاح، ولا يصح أن يكون للتوكيد أيضا، لا معنى للتوكيد، فإذا هو يدخل في باب الادعاء. نعم، وبهذا انتهى باب النعت، ويأتي بعده باب التوكيد، وينبغي أن نأخذ التوكيد اليوم إن شاء الله بقسمه. هل من سؤال في باب النعت قبل أن ندخل في التوكيد؟ قال رحمه الله: والتوكيد وهو إما لفظي، التوكيد قسمان لفظي ومعنوي، وهو إما لفظي نحو أخاك أخاك إن من لا أخا له، هذا شطر من البيت، وبقيته كساء إلى الهيجاء بغير سلاح. أخاك أخاك الثانية توكيد للأولى توكيدا لفظيا، ونهو أتاك أتاك اللاهقون احبسي احبسي الثانية، أتاك الثاني توكيد للأول توكيدا لفظيا، احبسي 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 الثاني توكيد للأول توكيدا لفظيا، ونهو لا لا أبوه بحبي بسنة إنها أخذت علي مواثقا وأهودا، لا الثانية توكيد للأولى، وليس منه دكا دكا وصفا صفا. هاتان الآيتان قد يتوهم المبتدئ أنهما من باب التوكيد اللفظي، والأمر ليس كذلك. قال في الشرع: الثاني من التوابع التوكيد، ويقال فيه أيضا التأكيد بالهمزة وبإبتالها ألفة على القياس في نهوي فأس ورأس، وهو ضربان لفظي ومعنوي، والكلام الآن في اللفظي أي في التوكيد اللفظي، وهو إعادة اللفظ الأول بعينه سواء كان اسما كقوله أخاك أخاك إن من لا أخا له كساء إلى الحيجة بغير سلاح، والحيجة اسم للحرب، وانتساب أخاك الأول بإضمار احفظ، احفظ أخاك أو الزم، الزم أخاك أو نحوهما، والثاني تأكيد له أو فعلا، التوكيد يكون في الأسماء كالبيت السابق، ويكون في الأفعال كقوله فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاهقون احبسي احبسي، وتقدير البيت فأين تذهب إلى أين النجاة ببغلتي، فحذف الفعل الآمل في أين الأول، وكرر الفعل والمفعول في قوله أتاك أتاك اللاهق واللاهقون، فائل بأتاك الأول ولا فائل للثاني،
لأنه إنما ذكر للتأكيد لا ليسند إلى شيء. وقيل إنه فاعل بهما معا فيدخل في باب التناظر، وذلك لأنهما لما اتحدا لفظا ومعنا نزلا منزلة الكلمة الواحدة. وقيل إنهما تنازعا قوله اللاهقون، ولو كان كذلك لزم أن يضمر في أحدهما، فكان يقول أتوك أتاك اللاهقون على إعمال الثاني، وأتاك أتوك على إعمال الأول. وقوله احبسي احبسي تكرير للجملة، لأن الضمير المستتر في الفعل في قوة الملفوظ به. أو حرفا يكون التوكيد في الحرف أيضا، كقوله لا لا أبوح بحب بثنة، إنها أخذت علي مواثقا وأهودا. لا لا الثانية، لا الثانية توكيد للأولى. طيب، التوكيد من التوابع هكذا على العموم يذكر، والتحقيق أن التوكيد اللفظي لا يكون من التوابع في جميع الصور. التوكيد اللفظي يكون في الأسماء ويكون في الأفعال ويكون في الحروف، والحروف لا محل لها، لا علاقة لها بالإعراب. لا لا، إذا التوكيد اللفظي إذا كان في الحروف ليس من التوابع، وإذا كان في الأفعال الماضية ليس من التوابع، وإذا كان في الحروف ليس من التوابع أيضا. مفهوم الكلام؟ قال وليس من تأكيد الاسم قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، خلافا لكثير من النحويين الذين ذكروا الآية في باب التوكيد اللفظي، لأنه جاء في التفسير أن معناه دكا بعد دك، يعني الدك الثاني غير الأول، وأن الدك كرر عليها حتى صارت هباء منبثة. وأن معنى صفا صفا أنه تنزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صف مهدقين بالجن والإنس. وعلى هذا فليس الثاني فيه تأكيدا للأول، بل المراد به التكرير، كما يقال علمته الحساب بابا بابا، يعني بابا بعد باب. إذا قلت هو من باب التوكيد فأنت علمته بابا واحدا فقط، فكررته مرتين. يجوز إذن أن يكون من باب التوكيد إذا أردت ذلك. أردت أنني درسته بابا واحدا من الحساب فقلت بابا بابا، الثانية تأكيد للأولى. وكذلك ليس من تأكيد الجملة قول المؤذن الله أكبر الله أكبر، خلافا لابن جني، لأن الثانية لم يؤت به لتأكيد الأول بل لإنشاء تكبير ثانٍ، بخلاف قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإن الجملة الثانية خبر ثان جاء به لتأكيد الخبر الأول. وبهذا انتهينا من التوكيد اللفظي. ثم التوكيد المعنوي، قال رحمه الله أو معنوي وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتا وتجمعان على أفعل مع غير المفرد وبكل. طيب، أو معنوي، التوكيد المعنوي، وهو أي التوكيد المعنوي بالنفس يكون بكلمة النفس، والعين وبكلمة العين، مؤخرة أنها إن اجتمعت، يعني يجوز أن تكتفي بالنفس في التوكيد المعنوي، جاء زيد نفسه، جاء الأمير نفسه، ويجوز أن تكتفي بالعين، جاء الأمير عينه، ويجوز أن تجمع بينهما بشرط أن يتقدم النفس على العين، فأقول جاء الأمير نفسه عينه. وتجمعان على أفعل مع غير المفرد، أي إذا أردت أن تؤكد المثنى أو الجمع بالنفس والعين
يجمعان على أفعل. أقول جاء الرجلان أنفسهما أو أعينهما، وجاء الرجال أنفسهم أو أعينهم. وبكل، يعني يكون التوكيد المعنوي بلفظ كل أيضا. طبعا التوكيد بالنفس لدفع احتمال المجاز، التوكيد بالنفس لدفع احتمال المجاز. إذا كان الإسناد يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، تأتي بالتوكيد المعنوي بالنفس والعين لرفع احتمال المجاز. عندما أقول جاء الأمير، فالكلام يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، يعني جاء نائب الأمير. هنا أحتاج إلى التوكيد فأقول جاء الأمير نفسه. نفسه يدل على أن نسبة المجيء إلى الأمير حقيقة وليست مجازا. طيب، وأقول جاء الأميران، هذا الكلام يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز. الحقيقة أن يكون كل من الأميرين قد جاء، والمجاز أن يكون الذي جاء أمير واحد فقط. جاء الأميران بمعنى جاء أحد الأميرين، هذا هو المجاز. إذا أردت دفع هذا المجاز تقول جاء الأميران أنفسهما، يعني كل منهما جاء على الحقيقة. جاء الأميران أنفسهما أو أعينهما. وأقول حضر الطلاب، يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، فأقول حضر الطلاب أنفسهم. حضر الطلاب، ما معنى الحقيقة؟ حضر الطلاب يحتمل المجاز بأن يكون المراد حضر أساتذة الطلاب أو حضر آباء الطلاب، يحتمل تقدير المضاف. إذن لدفع هذا المجاز أقول حضر الطلاب أنفسهم. مفهوم الكلام؟ وهكذا يستعمل في المؤنث، أقول حضرت الأميرة نفسها، الفرق في الضمير فقط. وحضرت الأميرتان أنفسهما، وحضرت الأميرات أنفسهن. وبكل لغير مثنى، التوكيد بكل يأتي للدلالة على الشمول، يعني لدفع احتمال تقدير بعض. حضر الطلاب يمكن أن يكون المعنى حضر بعض الطلاب. إذا أردت دفع هذا الاحتمال أؤكد بكل فأقول حضر الطلاب كلهم، على حد قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وكل لغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بآمله. ولا يجوز التوكيد بكل إلا للجمع أو للمفرد الذي له أجزاء. المفرد الذي له أجزاء مثل القوم، حضر القوم كلهم، حضر القوم كلهم. واشتريت الدار كلها، وحضر الطلاب كله. وبكلا وكلتا له، يعني للمثنى، الضمير يعود على المثنى. وبكلا وكلتا له أي للمثنى، إن صح وقوع المفرد موقعه. يؤكد بكلا وكلتا لدفع احتمال، يعني إرادة كلمة أحد. أقول جاء الرجلان بمعنى جاء أحد الرجلين. إذن عفوا، يعني هناك سهو صدر مني فيما سبق بالنسبة لتوكيد المثنى بأنفسهما. جاء الأميران أنفسهما، أنفسهما هنا يدفع احتمال المجاز بدلا من أن يكون المعنى، يحتمل أن يكون المعنى جاء نائبا الأميرين، جاء نائبا ليس أحد الأميرين، كأنني قلت فيما سبق أحد الأميرين، والصواب نائبا الأميرين. فآتي
لفظ التوكيد لدفع هذا الاحتمال، جاء الأميران أنفسهما، أي كل جاء بنفسه. يعني لو سئلت ما الفرق بين جاء الأميران أنفسهما وجاء الأميران كلاهما، هناك فرق. أنفسهما يدفع تقدير النائب، يدفع احتمال المجاز العقلي، وكلاهما يدفع احتمال المجاز المرسل، يعني إطلاق الكل وإرادة البعض. جاء الأميران يحتمل أن يكون بمعنى أحد الأميرين، وهنا آتي بكلا. جاء الأميران يحتمل معنى نائب الأميرين، وهنا آتي بإيه؟ بأنفسهما. إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند ويدفن، أي ألفاظ التوكيد لضمير المؤكد، وبأجمع وجمع وجمعهما غير مضافة. أجمع يؤكد به، وكذلك جمع وجمعهما. جمع أجمع أجمعون، وجمع جمع جمعاوات أو جمع غير مضافة. وهذه أجمع وجمع وجمعهما لا تضاف إلى الضمير لفظا. الشرح: النوع الثاني التوكيد المعنوي، وهو بألفاظ محصورة منها النفس والعين، وهما لرفع المجاز عن الذات. تقول جاء زيد، فيحتمل مجيء ذاته ويحتمل مجيء خبره أو كتابه. فإذا قلت نفسه ارتفع الاحتمال الثاني، ولا بد من اتصالهما بضمير عائد على المؤكد، ولك أن تؤكد بكل منهما وحده، وأن تجمع بينهما بشرط أن تبدأ بالنفس. تقول جاء زيد نفسه عينه، ويمتنع جاء زيد عينه نفسه، ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد، وجمعهما على وزن أفعل مع التثنية والجمع. تقول جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، والزيدون أنفسهم أعينهم، والهندات أنفسهن أعينهن. ومنها كل لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ الأموم. تقول جاء القوم، فيحتمل مجيء جميعهم. عندي فيحتمل مجيء، عندكم مجيء ولا مجيء ولا لم يشكل مجيء؟ لا لا، قرب مجيء، يحتمل مجيء، لكن بالرفع يحتمل، يقرأ بالبناء للمجهول، فيحتمل مجيء جميعهم، لكن يحتمل أقرب. ويحتمل مجيء بعضهم، هنا أيضا شكل، ويحتمل مجيء بعضهم، هكذا كتب، وأنا أفضل أن أقرأ يحتمل مجيء بعضهم. وأنك عبرت بالكل عن البعض، فإذا قلت كلهم رفعت هذا الاحتمال. وإنما يؤكد بها، أي لفظ كل، بشروط، أحدها أن يكون المؤكد بها غير مثنى، وهو المفرد والجمع. الثاني أن يكون متجزئا بذاته أو بآمله. فالأول أي المتجزئ بذاته، كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. والثاني كقولك اشتريت العبد كله، فإن العبد يتجزأ باعتبار الشراء، وإن كان لا يتجزأ باعتبار ذاته. ولا يجوز جاء زيد كله، لأنه لا يتجزأ لا بذاته ولا بآمله. الثالث أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد، فليس من التأكيد قراءة بعضهم إنا كلا في، إنا كلا فيها، كلا ليس توكيدا لعدم إضافته إلى الضمير، بل هو حال منصوب، خلافا للزمخشري والفراء، فإنهما أعربا كلا على هذه القراءة من التوكيد المعنوي. ومنها كلا وكلتا، وهما بمنزلة كل في المعنى. تقول جاء الزيدان، فيحتمل مجيئهما معا، وهو الظاهر،
ويحتمل مجيء أهدهما، وأن المراد أهد الزيدين كما قالوا في قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إنما ناه على رجل من إحدى القريتين. المراد بالقريتين هنا التثنية من إحدى القريتين، المراد بالمثنى هنا المجاز وليس الحقيقة. فإذا قيل كلاهما إن دفع الاحتمال، وإنما يؤكد بهما بشروط، أحدها أن يكون المؤكد بهما دالا على اثنين، الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما. فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال اختصم الزيدان كلاهما، لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين، فهذا الكلام لا يجوز توكيده بكلا، اختصم الزيدان كلاهما لا يجوز، فلا حاجة للتأكيد. الثالث أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى، فلا يجوز مات زيد وآش أمر كلاهما. الرابع أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما، ومنها من ألفاظ التوكيد أجمع وجمع وجمعهما، وهو أجمعون وجمع وجمعوات، وإنما يؤكد بها غالبا بعد كل، وأوجب البصريون ذلك. لا يجوز التوكيد بهذه الكلمات دون أن يسبقهما كل، وإنما يؤكد بها غالبا بعد كل يظهر، وسينص على ذلك ابن هشام هو مع الكوفيين في هذه المسألة، والبصريون على إيجاد تقدم كل على هذه الألفاظ. وقوله غالبا يعني يجوز أن يؤكد بها وحدها، وإنما يؤكد بها غالبا بعد كل، فلذلك استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد. تقول اشتريت العبد كله أجمع، والأمة كلها جمعاء، والعبيد كلهم أجمعين، والإماء كلهن جمع. وقال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ويجوز التأكيد بها وإن لم يتقدم كل. قال الله تعالى لأغوينهم أجمعين وإن جهنم لموئدهم أجمعين. والجمهور على خلاف ذلك، يعربون أجمعين في الآيتين حال، أجمعين حال منصوب وليس توكيدا للضمير المنصوب. وفي الحديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، يروى بالرفع تأكيدا للضمير وبالنصب على الحال، وهو ضعيف لاستلزامه تنكيرها وهي معرفة بنية الإضافة، يعني أجمعون أجمعين هي من المعارف، فإعرابها نكرة، فإعرابها حالا يستلزم أن تكون نكرة. فلذلك يعني رجح بعضهم مذهب الكوفيين حتى لا تخرج هذه الكلمات من أصلها، الأصل ألا تكون إلا معرفة، ولذلك هي ممنوعة من الصرف، أجمع ممنوع من الصرف. طيب، وقد فهم من قولي أجمع وجمع وجمعهما أنهما لا يثنيان، فلا يقال أجمعان ولا جمعوان، هذا مذهب جمهور البصريين وهو الصحيح، لأن ذلك لم يسمع. قال وهي أي التوكيد المعنوي بخلاف النؤوت، ولا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعن نكرة، لا يجوز عطف توكيد على توكيد، ولا يجوز توكيد النكرة على مذهب البصريين. وندر قول الشاعر يا ليت إدة حول كله رجب، كله توكيد لحول وهو نكرة، هذا نادر
قليل وشاذ. وروي البيت يا ليت إدت هولي بالإضافة إلى ياء المتكلم فلا شذوذ فيه. الشرح: ذكرت في هذا الموضع مسألتين من مسائل باب النعت، إهداهما أن النؤوت إذا تكررت فأنت فيها مخير بين المجيء بالعطف وتركه. فالأول أي المجيء بالعطف كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى نأت لربك، الذي خلق فسوى نأت ثاني، والذي قدر فهدى نأت ثالث ولكنه أطف بالواو، والذي أخرج المرأة. وكقول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. يمكن أن يقال إلى الملك القرم ابن الهمام ليس الكتيبة إلا أنه أطف. والثاني كقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناء للخير مؤتد أثيم. مهين النعت الأول، هماز الثاني، مشاء بنميم الثالث، مناء للخير الرابع، مؤتد الخامس، أثيم السادس. دون عطف يجوز الوجه. الثانية، المسألة الثانية، أن النعت كما يتبع المعرفة كذلك يتبع النكرة. وذكرت أن ألفاظ التوكيد مخالفة للنؤوت في الأمرين جميعا، وذلك أنها أي ألفاظ التوكيد لا تتعاطف إذا اجتمعت. لا يقال جاء زيد نفسه وعينه، ولا جاء القوم كلهم وأجمعون، وإلة ذلك أنها بمعنى واحد والشيء لا يعطف على نفسه، بخلاف النؤوت فإن معانيها متخالفة. وكذلك لا يجوز في ألفاظ التوكيد أن تتبع نكرة. لا يقال جاء رجل نفسه، لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا تجري على النكرات. وشذ قول الشاعر لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وهناك من قال إنه لم يروى إلا مع ياء المتكلم عدة حولي، فلا شذوذ ولا شاهد في البيت. ونكتفي بهذا القدر.